لارا بشرفك بليز بليز روقي شوي، ما عم بقدر ركز على شغلي ابدا. شروق مش قادرة غير ما اعرف كنت بتعملي عند استاذ كميل. هاي كاتي. انت هتفضلي زعلانه مني لحد امتى؟ طب مش انت قلتيلي ان انا صاحبتك الانتيم في الشغل؟ هذا كان زمان، من اليوم ورايح اختلف الوضع وهلا صرنا اعداء. يا ستي لا تغير ولا اي حاجه، انا قلتلك ان علاقتي باستاذ كميل لا تتعدى حدود الشغل، وبعدين اصلا انا ورجا بنحب بعض. بس شو بيمنع واحدة مثلك يعني تحب رجا وتظهر مع شخص بمواصفات الاستاذ كميل؟ ايه يا ستي وحياتك انت، ما في حاجة بيني وبين ما تعرفي وحياتي، حياتي كتير غالية علي. طيب ايه رأيك ان انا اللي هساعدك توصلي الاستاذ كميل؟ كيف انت مالك انت كيف؟ سيبيها عليا انا، المهم خليني انا وانت نحط ايدينا في ايدين بعض، انت تساعديني وانا ساعدك. شفتي انه بدك مني شيء؟ ده هو طلب صغنون قد كده، ما يجيش حاجه جنب اللي انا هعملهولك. شو هو هذا الطلب؟ بصي النهارده في واحده جت الشركه اسمها لين. لين دي كانت عند استاذ كميل، انا بقى عايزه اعرف كانت بتعمل ايه عنده بالظبط. شفتي انه عم تكذب علي؟ بتقولي له انه ما في شيء بينك وبينه وهيك غيران عليه. مش هو اللي غيران عليه. لكن مين؟ رجا. ايه بس شو خص رجا بهي؟ شو اسمها لين؟ كانت مراته. شو؟ ممكن اعرف ايه لاخرك؟ خلاص الاجتماع؟ ايوه. رح تعمل شعراتي؟ ايوه. مش رح تصدق شو صار؟ يا رب يكون خير. خير؟ تعالي احكي لي. يعني فيك تقول انه مديت انتراب صور بوستر فيلم سينما. تكرمي جد؟ حبيب قلبي مبروك. بس بعدنا خلص القصة. لسه في تاني؟ طبعا في. احكي بسرعة قولي. رح صور الميكينج اوف تبع الفيلم. لا كده كتير والله العظيم كتير. كتير؟ لا مبروك عليكي برضه. انت خلصت بعد؟ لسه في تالت؟ في. انا كده هحسدك. احسد؟ ما اقدرش. قول يا حبيب قلبي. حزار شو اسم الفيلم؟ اوعي يكون الفيلم بتاعي. وبنص السعر. وحتى لو كان ببلاش كنت رح اقبل. انا كتير مبسوطة. مش مصدق اني انا رح اكون جزء من قصة انت كتبها. انتي احلى حاجه حصلت في حياتي بجد. سلام. ايه اللي على بالك؟ طب تعالي. Thank you.
رجا ان شاء الله بتقبرني. امتى اجي؟ احسد عليك. بيت الشارع يا امي. من شوي ما صار لي زمان. كيفك؟ اضرب من امبارح بس احسن من بكره. انا بوعدك رح تصيري احسن ان شاء الله. كم مرة قلت لك يا أمي لا توعد بشيء أنت ما بتقدر تنفسه؟ ها كم مرة؟ شفت أبوك؟ وينه؟ طلع هو ليال. حكيت معه ولا لا؟ أمي فينا نأجل هذا الموضوع لبعدين؟ لا حبيبي لا. أنا ما بضمن بعدين. أمي بلا هذا الحكي البلا طعمة. رجا خليني أكمل كلامي. مظبوط أبوك كان قاسي كتير بس الشرب هو اللي كان عامل فيه هيك. هلا تغير. تغير؟ من بعد شو أمي؟ ما بحب شوف حقد بعيونك. لازم تسامح. أبوك بضل أبوك. اشربي لك نقطة مي. الو اهلين بلال شو وينك؟ لحظة ما عم بسمعك منيح دقيقة. الو ايه لا خلص اوكي لا ما في شيء بس كنت قاعد هيك لحالي قلت بركي بتجي بنسهر يعني نقعد هيك شوي نسهر مع بعض. لا 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 ابدا لا صدقني عادي كتير. لك خلص شو رح استحي منك يعني؟ ايه طيب خلص اوكي. لا انا بعد شوي رح فوت نام اصلا. لا ولا يهمك ما في مشكله. لك خلص. طيب يلا. ايه باي. Thank you.
بحبك. بحب شعرك. بحب لون عينيك. بحب روحك. بحب كل حاجة فيك. لا 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 كده في حد مستقصدني. مش ممكن. انت رايحه فين؟ بلكي اهلي من امريكا مضطررت. هو؟ حطيته سايلنت. توتي؟ لا ما بدي. هي في مشكلة انك تردي انا موجود؟ لا اكيد لا. الو. بعتذر كتير اني عم بحكي بهالوقت بس انا حابب اني احكي معك، فيكي تجي لعندي؟ خير في شي؟ عماد بالمستشفى أنا متضايق كتير، يعني مالي عارفان شو بدي أعمل مثل كأني حاسس حالي لحالي. حابب إني أحكي معك لين و... أنت بتعرفي أنا برتاح لما بحكيكي. ألو ألو لين، أنت معي؟ سلامتو، بس أنا هلأ مشغولة ومش قادرة أحكي. باي. في مشكلة؟ بيو فات على المستشفى عمل عارض. حالته خطيرة؟ مو بعرف. مالك؟ ولا شي. قلقتي عليه مش كده؟ انه امه توفيت من فترة وهلا امه عماد فات على المستشفى و... عارف حسيت حالي كنت شوي قاسي على التليفون بس. عايزة تروحي له؟ لا أكيد ما بدي. كل حاجة فيكي بتقول انت عايزة تروحي له. لين انا اذكى من اني اخليكي تختاري بيني وبينه بالذات في الوقت ده، لاني متأكد ان الاختيار مش هيكون في صالحي. ليه عم تقول هيك؟ لانه هو ده الواقع. لا الواقع مش هيك. انا مرتاحة معك مبسوطة معك وعم بحس اشياء صار لي زمان مش حسيتها. انت بتفكري في حاجة واحدة دلوقتي، قد ايه هو محتاج لك اكتر مني. روحي له لين. قلت لك ما بدي روح. لا بدك. وانا كمان بدي ان انت تروحي له. ليه بدك يعني روحه؟
هذا اللي لازم يحصل. روحي له لينا ما تقلقيش علي. أنا مش هتضايق. أكيد. أكيد. بوعدك أنا ما رح أتأخر. بس أوصل على البيت بحكيك. تكت سندريلا بسنو وايت. ميرا انت ليه مش بتكلميني عن نفسك خالص؟ لانه ما في شيء اقوله. شو بدي اقول؟ مثلا كم مرة حبيتي قبل كده؟ اوهو اذا بقول لك ما رح تصدق. قد كده كتار؟ قد كده قلال. ما حبيت ولا مره. غريبه. انت شفت قلت لك ما رح تصدقني. مش القصد بس بنت زيك المفروض اللي يحبوها يكونوا كتير واللي يعجبوا بيها يكونوا اكتر. ايه مظبوط. بس أنا ولا مرة حبيت بحياتي. ما بعرف شو المشكلة بس يمكن عم فتش على الرجال اللي بحضرها بالفلومة. ما بعرف يمكن عم فتش على حب مش موجود بالحياة الحقيقية. مش صحيح الكلام ده. يعني على حسب ما أنا درست إن الأفلام بتتاخد من الحياة الحقيقية. إذا بتلاحظ إنه كل الأفلام نهايتها سعيدة. البطل والبطلة بيحبوا بعض، البطل والبطلة بيتجوزوا. بس ولا مرة بيقولوا لنا شو بيصير بهيدا الحب بعد كم سنة. يمكن طلقوا. يمكن ما عادوا يحبوا بعض. يمكن هي اكتشفت انه من الاساس ما حبته. ايه التشاؤم اللي انت فيه ده؟ يمكن يكونوا اتجوزوا. بعد ما اتجوزوا جابوا اولاد وكونوا اسرة وعاشوا حياة سعيدة.
ليه بتحسبيها كده؟ الحياة علمتني أحسبها هيك. الحياة علمتني أكون متشائمة. طب عندي سؤال لو ممكن أسأله، يعني علاقة أبوكي وأمك ببعض إيه؟ أمي ميتة، بيي مجوز وعنده ولدين. علاقتهم كانت كتير حلوة، هيدا بآخر مشهد بالفيلم. بعد ما يخلص الفيلم أمي تمرض وبتتعذب، بصير معها سرطان وبتموت. بيي بكفي حياته عاد. خلاص بقى يلا عشان نشوف سندريلا. ما كان في داعي تعذبي حالك وتجي، غلبتي حالك بالمشوار. روحي ورجعي مطرح ما كنتي. انا مالي بحاجتك ولا لي بحاجه حدا. انا هيك ربيت، هيك ربيت كل حياتي وهيك رح بضل. روحي ورجعي مطرح ما كنتي. لا ارجع، ما حزرت. انت بحاجه لالي ونص. كم كيس صرت شربان؟ شربان على قد ما لي شربان. انت ما عاد دخلك فيني ولا حدا دخله فيني. انا ما بحب حدا يشفع علي. طيب روق رجع. ما بدي روق، انا ما بدي روق. بعدين انا رايق، مين قال لك اني مالي رايق؟ ما تدقيني، ما تلمسيني ابدا. روحي رجعي مطرح ما كنتي. روحي لين رجعي مطرح ما كنتي. روحي. ليهن لا تروحي. لا تروحي ليهن. فكر حالي بكرهه. هيك انت بفكر. بس لما شفته بالعينين ما بعرف شو حسيت. لين ما بعرف، اول مرة بحسيت. هي هيدا بيك رجع عادي. ما بدي يكون، ما بدي يكون ابي. ما بدي احس هذا الاحساس. ما بدي اشفق عليه ويحرق، اشفق عليه بعد كل هذا العمر ويحرق لي قلبي. ما بدي. ما فيك تقسى علي هالقد. بعد كل هذا اللي صار،
عم تقولي هذا الحكي؟ ما انت بتعرفي كل شيء. بعرف. بعرف انه امك مطرح ما هي هلا مش هتكون مبسوطة ابدا اذا بتشوفك بهالحالة. قبل ما تموت طلبت مني اني ما اعقد عليه. بس ما عم بقدر. وبنفس الوقت ما عم بقدر اشوفها هيك. لأنك بتحبه. ما بدي حبه. ما بدي حبه. رجع. طلع فيي. انت هلا لازم تكون حد بيك. وانا؟ مين بدي يكون حدي؟ أنا أذكى من إني أخليك تختاري بيني وبينه بالذات في الوقت ده، لأني متأكد إن الاختيار مش هيكون في صالحي. وأنا؟ مين بدي يكون حدي؟ أنا.
ايه يا ريس؟ كلمتك امبارح كذا مره بعد ما اتصلت بيا ما ردتش. قلقتني عليك. ما تقلق علي. ما في شيء. انا اسف ما عرفتش اجي لك امبارح، كنت مع اميره بالليل وما عرفتش اسيبها. لا تعتل همي، انا منيح. بعدين لين رجعت اصلا؟ اجت لعندي امبارح. لين؟ ايه. واللي جاب لين؟ انا بقيت لها. يا رجل الله يرضى عليك، سيب لين في حالها بقى. لا ما في شيء، يعني بيني وبينها هلا ما في اي شيء، نحن رفقه ما اكثر. طب ما انتوا دايما بتبتدوا رفقه وبعدين بتبقوا اكتر من رفقه وبعدين بتقلبوا اعداء وبعدين ترجعوا رفقه تاني، ونقعد نلف اللفه دي ورا بعض كل مره. يا راجل حرام عليك، كفايه كده، سيبها تعيش حياتها وعيش انت كمان حياتك. وبعدين ما انت قلت لي ان هي بتشوف حد تاني اليومين دول، يعني فخلاص. هي هيك قالت لي، انا ما عم اخترع شيء من عندي. ما بعرف ليش حاسس انه هي عم تخترع هذا الشيء او عم تكذب لحتى ابعد عنها. لا ما اخترعتهاش، لين فعلا بتشوف حد دلوقتي ومبسوطه معاه كمان. ميرا قالت لي انها اول مره تحس الشعور ده ناحية حد من بعدك. ميرا هي اللي قالت لك؟ من غير ما ميرا تقول، يعني أنا شفت الكلام ده. شو شفت بلال؟ قلي شو في؟ شفتها معاه، كانوا تحت بيتها، كان حاضنها وباين عليهم إنهم. خلص خلص لا تكفي، ما بدي أسمع شيء. ما بدي أسمع، ما بدي أسمع شيء. لا لازم تعرف، لازم تعرف عشان تستوعب ان لين خلاص ما بقتش ليك، ما بقتش بتاعتك. لين بتحب حد تاني، لين مع حد تاني، مع نقل، نقل الكاتب. كل شي عندك
تخفى ملي دربي وروده وتبقى نتذكر كل لحظة بعمرك شو بحبك وبموت حتى من حالي.